في ذات السياق، شهدت قاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الولائي بولاية أم البواقي مراسم تنصيب رؤساء الدوائر الجدد بكل من دائرة عين البيضاء ودائرة فكرينا ودائرة أم البواقي. مراسم التنصيب أشرف عليها عيسات عيسى والي ولاية أم البواقي بحضور السلطات المحلية الأمنية والعسكرية والمدراء التنفيذيين للولاية. عبد الرزاق نزار رصد التالي. إذن نشكر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تجديد له الثقة في شخصية المتواضع، وكذلك السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتزكية السيد والي الولاية لي. احنا كلنا شكر وتقدير للسيد رئيس الجمهورية ومعالي السيد وزير الداخلية تجديد الثقة لتولي مهام هذه المهمة النبيلة لخدمة المواطن والوطن، المهام طبعا لتحسين مستوى المعيشة للمواطن. يشرفنا أن نتقدم بالشكر جزيل الشكر للسيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية على هذه الثقة، ونتمنى أن نكون في المستوى المطلوب وفي مستوى هذه الثقة الغالية إن شاء الله.